مش عارف والله. الرصيف عامل ازاي؟ ده الرصيف بتاعنا في مصر. والله تحس انه مطرب كده. عرفت الاخت سكينة؟ نعم. عرفت الاخت سكينة؟ لا. ازيك يا اخت سكينة؟ مش تبعنا. بقول لك يا اخ محمد، بعد اذن حضرتك. نعم. انا عاوز اشتري، عاوز اعرف مكان محل بيبيع كلاب. عايز اشتري، بس يكون بيدي رخصة عشان انا اعدي بقى من المطار وكده. بس السائق بترجع تاخده معاك من هو اللي قالها؟ هو بيبقى في ورق، باخد الورق بتاعه. طبعا انا. طب يا ريت تسال لنا بس عشان بسالك بكره انا ان شاء الله. اللي في امكانيه نجيب كروت هنا ونتصل يا استاذ محمد؟ محمد. ايوه ان شاء الله هتتصل. من فلسطين. ها؟ استاذ محمد من فلسطين. انت من فلسطين يا استاذ محمد؟ من فلسطين؟ بس انا رحت عرب 48 حوالي 6 سنين. تصدق كان زمان يا استاذ محمد في السبعينات الجو الاخت سكينه يا استاذ محمد والاخ محمد علي مقرئ في الاذاعه والتلفزيون المصري. مقرئ قران في التلفزيون والاذاعه المصريه. انت حضرتك بتركبي عجله؟ بتركبي عجلة؟ جميل جميل جدا. الصيف أنا أزمن من أنا عيني قدام.